عاجل أول تحرك من مصر بعد تصريحات أبي أحمد المستفزة، ولن يفلت أحد بيان حاسم من النيابة العامة بشأن حادث قطار طوخ، وبيان عاجل من القوات المسلحة المصرية ننشر لحضركم التفاصيل، وعاجل بيان سوداني عن سد النهضة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك، ننشر أيضا لحضركم بالتفاصيل، ومفاجأة وصدمة، رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن فوائد سد النهضة للسودان. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين وكل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، صلوا على الحبيب محمد. أنقل لحضراتكم تفاصيل أول خبر، لن يفلت أحد بيان حاسم من النيابة العامة بشأن حادث قطار طوخ أمس. حسمت النيابة العامة موقفها من حادث قطار طوخ، وأكدت أن المستشار النائب العام شكل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ، ووضحت ان النائب العام شدد على ضرورة تحديد المسؤولين عن الحادث سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة او غير مباشرة، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم ايا من كانوا، يعني اي حد يتحاسب مهما كان يعني رتبته الوظيفية المتعلقة بهذا الحادث. والنيابة العامة المصرية ذكرت وقالت إنها بتتابع مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، وشددت على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء المتسببين في الحادث أيا من كانوا. والنيابة العامة المصرية أهابت بكافة الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلومات عن أسباب وقوع الحادث أو ملابساته حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، يعني ما تقلقوش، النيابة العامة شغالة وربنا يرحم يا رب ضحايا قطار طوخ ويجعلهم إن شاء الله من أهل الجنة ويصبر أهليهم، وربنا ان شاء الله يشفي المصابين ويعوضهم باذن الله. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناه، ويلا ندخل على الخبر التالي. خبر اخر معانا، وعاجل اول تحرك من مصر بعد تصريحات ابي احمد المستفزه. في اول تحرك مصري، ده بعد طبعا تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي بشان بدء الملء الثاني لسد النهضه، أكد محمد عبد العاطي وزير الري أن التعنت الإثيوبي أو الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي هو السبب في فشل مفاوضات سد النهضة. ودكتور محمد عبد العاطي وزير الري عرض في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي خلال السنوات العشرة الماضية، وأشار للمرونة التي أظهرتها مصر خلال المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. ووزير الموارد المائية والري برضو أشار إلى أن التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي هو السبب في فشل المفاوضات، حيث سبق لمصر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن، الأمر الذي يؤكد على رغبة مصر الواضحة في الوصول لاتفاق. أكد عبد العاطي أيضا أنه سبق لمصر تقديم 15 سيناريو لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المتطلبات الإثيوبية وبدون إحداث ضرر ملموس على دولتي المصب، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض جميع هذه المقترحات. والوزير أشار إلى أن حجم المياه الخضراء، أي يعني المياه الأمطار في إثيوبيا، تصل لأكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 6% فقط. ووضح عبد العاطي أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، فقد قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد
مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها. المصدر معانا كان من الموجز ومصر، وده أول رد مصري على يعني إقدام إثيوبيا أو رئيس الوزراء بالتصريح إن في ملء تاني لسد النهضة، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الأمر. طبعا الملء الثاني لسد النهضة هيأثر على أمن واستقرار المنطقة كما ذكر مسؤولون مصريون من قبل، وأكبرهم وهو الرئيس السيسي. وخبر آخر في منتهى الأهمية معنا، وبيان عاجل من القوات المسلحة المصرية، ننشر لحضراتكم التفاصيل. تمكنت قوات حرس الحدود المصرية خلال الشهر الماضي من تحقيق العديد من النجاحات وتنفيذ المهام لتأمين حدود الدولة والتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية، وتم ضبط عدد 125 ألف طلقة مختلفة الأعيرة و50 بندقية أنواع منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد، وثلاث هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، واكتشاف وتدمير عدد 5 فتحات نفق، فضلا عن مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية. وقد نجحت عناصر حرس الحدود في ضبط 75 عربة مختلفة الأنواع، وأثناء عملية التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية تم ضبط 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و500 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و18 كيلو جرام من الهيروين، و10 كيلو جرام أفيون، و200 كيلو جرام بذور من النباتات المخدرة، و1.5 مليون قرص مخدر، وضبط 12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، وستة أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب. وقد نجحت في إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 2750 فردا من جنسيات متعددة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وأيضا تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة للقضاء على الزراعات المخدرة في شبه جزيرة سيناء، وأسفرت الحملة عن اكتشاف عدد من المزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر، كما تم ضبط 150 طنا من مادة البانجو الجاف، و70 طنا من مادة البانجو المطحون، و2 طن من بذور البانجو، 906 كيلو جرامات من بذور الخشخاش، بالإضافة إلى ضبط عدد 5 مصانع لصناعة وتدوير الحشيش وخلايا الطاقة الشمسية وسيارة دفع رباعي. المصدر معانا كان من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة وارتي، وتحية كبيرة للجيش المصري وقوات حرس الحدود، تحية كبيرة لهم مخلصين لعملهم. خبر آخر بنقله لحضرتك، وعاجل بيان سوداني عن سد النهضة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك. وزيرة الخارجية السودانية أكدت خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين لدى السودان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل البدء في الملء الثاني لسد النهضة. وقدمت الوزيرة مريم الصادق المهدي بحضور وزير الري والموارد المائية ياسر عباس شرحا مفصلا عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرا في كينشاسا، ووضحت موقف السودان السابق بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل البدء في الملء الثاني للسد من الجانب الإثيوبي. وقالت عن يعني تطلعها لدعم الدول الإفريقية للتوصل لحلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف. ومن جانب وزير الري قدم شرحا عن الإجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات، وأشار إلى أن السودان تتقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل لاتفاق عاجل، وأكد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني السودان لم تهتز ولم تستمع لمقترحات إثيوبيا اللي هنقلها لحضراتكم دلوقتي، ومفاجأة وصدمة رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن فوائد سد النهضة للسودان. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أشار إلى ما سيقدمه سد النهضة الإثيوبي من فوائد للسودان،
ورئيس الحكومة الإثيوبي كتب على تويتر إن إثيوبيا تطور النيل الأزرق وفقا لاحتياجاتها وليست لديها نية لإلحاق ضرر بدول المصب، وتابع: أتاحت الأمطار الغزيرة العام الماضي إتمام المرحلة الأولى من ملء سد النهضة بنجاح، فيما منع وجود سد النهضة بحد ذاته دون أدنى شك حدوث فيضانات عارمة في السودان المجاور. يعني أبي أحمد بيقول لك كده فيما معناه إن الفيضانات اللي حصلت على السودان السنة اللي فاتت سد النهضة ما كانش سبب فيها. وطبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن السودان تأثر بعد فتح بوابات سد النهضة بعد الملء الأول لسد النهضة. هذا الأمر يعني واضح وصريح وحدث بالفعل، والسودان قدمت عليه دلائل. وأبي أحمد لفت برضو في التغريدة بتاعته إن أثيوبيا قبل إطلاق المرحلة الثانية من الملء تفرج عن المزيد من المياه التي تم تخزينها العام الماضي عبر منافذ جديدة تم بناؤها مؤخرا، وتتبادل المعلومات بشأنها. وقال إن المرحلة الثانية يعني هيتم تخزينها فقط في موسم الأمطار الغزيرة، أي في شهري يوليو وأغسطس القادمين، ما يضمن فوائد في الحد من الفيضانات في السودان. ده حسب كلامه. المصدر معانا كان من RT، ويعني أنا واثق في القيادة السياسية إن الملء الثاني لسد النهضة مش هيكون موجود إلا باتفاق ملزم أو الحرب. ما اعتقدش ان هيكون في حل تاني، لان لو تم الملء الثاني لسد النهضة كده خلاص بقى امر واقع، واعتقد بنسبة 100% ان القيادة السياسية لن تسمح بهذا الامر ولن تسمح بفرض الامر الواقع، لان حياة الشعوب مصر والسودان يعني متوقفة على مياه نهر النيل. بالنسبة لاثيوبيا ده مشروع لتعطيش مصر والسودان، هذا الكلام لا شك فيه. وكما ذكرنا من قبل ان في مسؤول في اثيوبيا، مسؤول في وزارة الري، كان على اتصال بقناة الجزيرة وقال لهم ان احنا ممكن نبيع المية لمصر والسودان. فيعني الكلام واضح وصريح، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الاخبار، كان معاكم العبد لله الفقير اسلام من قناتكم مصر ميديا IEB وصفحتكم على الفيسبوك بنفس الاسم اسلام الامير مصر ميديا IEB، وكان معنا المسؤول عن المونتاج واللي بيتعب معنا جدا ابانوب خلفاوي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب ونشرة اخبار جديدة. بحاول ان انا يعني ابسط لحضراتكم الاخبار بشكل يعني عشان تفهموه. اكتبوا رأيكم في التعليقات تحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.